هطلت أمطار غزيرة على مدى أيام بمدينة شحونتين جنوب غربي الصين والمناطق المجاورة لها، مما أدى إلى إحياء أكثر من 20,000 ساكن منذ يوم الثلاثاء. ولخفض منسوب المياه، فتحت السلطات بوابات الفيضان عدة مرات في اليوم لتصريف المياه في اتجاه مجرى النهر. هذه منطقة تصريف الفيضان، عادة لا يكون تدفق الماء بهذه السرعة، ولكن كما ترون الآن فإنه يتدفق بقوة. أريد أن أحذر سكاننا وأصدقائنا من الصيد أو السباح في منطقة تصريف الفيضان. أجزاء أخرى كثيرة من البلاد بما في ذلك الشمال الغربي والشرق والشمال الشرقي ستشهد أيضا هطول الأمطار الغزيرة وظروف مناخية قاسية، حيث قد تشهد بعض المناطق في مقاطعة سيتشوان وكانسو وشانسي أمطارا تراكمية تتجاوز 300 مليمتر. وأصدرت مقاطعة تيانسو بشرق الصين أكثر من 46 إنذارا من الطقس القاسي منذ يوم الخميس، كما فتحت بحيرة خونزو وهي رابع أكبر بحيرة للمياه العذبة في الصين جميع بوابات سد سانخو البالغ عددها 63 بوابة منذ يوم الثلاثاء. وتم تصريف مياه الفيضان بمعدل 1500 متر مكعب في الثانية، وقد جذبت المشاهد المذهلة أنظار الجماهير. هذا من المتوقع أن تتواصل عملية التفريغ لمدة 10 أيام أخرى، وقالت السلطات إنها نشرت موظفين للقيام بدوريات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ودعت الناس إلى التحلي بالمسؤولية واتخاذ الحيطة والحذر.